شو عم يسووا هون؟ والله جاي نضيفك الاهل. شايف شو عم تلاقوا شي هون بالارض؟ لا والله ما انا بالله جاي بس نجيب اكل، وفي عندنا اولاد صغار. لا قديش عمرهم؟ انا يعني بالستة سبعة هيك اصغر، في اولاد بالفلافة يعني صغار. تعي عمو شوي تعي، مالك بمدرسة انت؟ مالك بمدرسة؟ لا. ليش؟ ما في مدرسة. مدرستك شو صار فيها؟ ليش مدرستك شو صار فيها؟ انهدى صارت بالأرض. شو صار بالأرض يعني؟ القذائي. انت تعرف مين ضرب المدرسة القذائي؟ ها؟ مين ضرب المدرسة القذائي؟ مش يلا سعد. طب ليش عم يضرب المدارس بالقذائف يعني؟ شو غايته؟ بده يقتل الأطفال. ليه؟ بده يمنحهم البدائل، بده يمنحهم أمنياتهم، يمنحهم إيه؟